نبتدي بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده اللي استقبل جين ليكون وهو رئيس البنك الاسيوي للاستثمار في البنيه التحتيه. السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه قال ان اللقاء تطرق الى مناقشه تعزيز التعاون مع البنك خلال رئاسه مصر للاتحاد الافريقي عام 2019، وده في اطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي على مستوى القاره، خصوصا من خلال دعم مبادرات التكامل الاقليمي بين الدول الافريقيه في مجالات تحقيق التنميه المستدامه. الرئيس السيسي النهارده كمان استقبل الرئيس الجامبي أداما بارو، وقال السفير بسام رادي ان الرئيس اشار الى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وخلال لقاء الرئيس السيسي بالسكرتير العام الجديد لتجمع الكوماسا، قال ان مصر عادت للتواجد المؤثر والفعال على الساحه الافريقيه بهدف التعاون والتعمير والبناء لصالح الاشقاء الافارقه، انطلاقا من الثوابت الرئيسيه لسياسه مصر تجاه الدول الافريقيه.